السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الفيديو إن شاء الله تعالى سيكون دعاء لإخواننا في الجزائر بعد الفيضانات التي حصلت لهم، نسأل الله عز وجل أن يخفف عنه. قال تعالى: ادعوني أستجب لكم. ولا يوجد وقت أفضل للدعاء من وقت وقوع الفيضانات حتى نذكر الله عز وجل. وقد جاء عن أبي ضمرة أنس بن عياض رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء يخطب يوم الجمعة، فجاءه رجل يقول: يا رسول الله، لقد هلكت المواشي وانقطعت السبل. يعني جاءهم أمطار، وجاءتهم أمطار كثيرة، ووقعت عليهم فيضانات، فتضرروا بسبب تلك الفيضانات. فقال: يا رسول الله، لقد هلكت المواشي وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا أن يمسكها. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده إلى السماء الشريفة، يده الشريفة إلى السماء عليه الصلاة والسلام، وقال صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء: اللهم لا حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والجبال والأجام والضراب والأودية ومنابت الشجر، اللهم على الآكام والجبال والآجام والضراب والأودية ومنابت الشجر. فانقطع الفيضان بالفعل، وخرج الصحابة رضي الله عنهم يمشون في الشمس. فسبحان الله، خالق كل شيء سبحانه عز وجل، ومقدر كل شيء سبحانه عز وجل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا الفيديو أيها الإخوة والأخوات سيكون إن شاء الله تعالى دعاء لإخواننا في دولة الجزائر الشقيقة، من إخوانكم في المغرب. والله العظيم يعني التقيت مع عدة إخوة من المغرب، كلهم يعني حزينون وتتفطر قلوبهم على ما يقع لإخواننا في دولة الجزائر الشقيقة، إخواننا وأحبتنا وفيهم عائلاتنا. فاللهم يا رب كل صريخ، يا صريخ المستصرخين، ويا غياث المستغيثين، يا كاشف السوء، يا مجيب دعوة المضطرين، يا أرحم الراحمين، يا إله العالمين، اللهم بك أنزلنا حاجتنا، وأنت أعلم بها منا، وأنت أرحم بنا من أنفسنا. اللهم يا رب، يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، يا مغيث أغثنا، يا مغيث أغثنا. اللهم يا رب، إن عبادك في الجزائر في أرضك يا ربنا لا نملك لهم إلا سؤالك، وأنت خير من يجيب. اللهم يا رب، احرسهم بعينك التي لا تنام، يا رب احرسهم بعينك التي لا تنام، واكنفهم بكنفك الذي لا يرام يا رب العالمين. اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك رحماك، اللهم رحماك بالصغار الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، اللهم رحماك بالصغار الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، اللهم لا تكلهم إلى أنفسهم ولا إلى غيرهم، بل كلهم يا رب العالمين إلى سعة رحمتك وإلى حفظك يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظهم من بين أيديهم، اللهم احفظهم من بين أيديهم، واحفظهم من خلفهم ومن أمامهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ونعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم. اللهم احفظهم، اللهم احفظهم، اللهم يا رب إنك تسمع كلامنا، يا رب إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك سؤال من خضعت لك رقبته وذل لك أمره، ندعوك دعاء الخائف الضرير، ندعوك دعاء الخائف الضرير. نسألك يا ربنا أن تعينهم وأن تصبرهم وأن ترحم موتاهم وأن تشفي مريضهم وأن تشفي مريضهم
وأن تشفي مريضهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك صيبا نافعا، اللهم إنا نسألك صيبا هنيئا. اللهم لا تقتلنا بغضبك، اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. اللهم إنا نسألك غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا نافعا غير ضار. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. أنزل علينا الغيث، أنزل علينا الغيث، واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغا إلى حين. هذه الريح وهذه الأمطار اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. اللهم فرج عن إخواننا في الجزائر، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم شافيهم، اللهم عافيهم، اللهم ارزقهم كل ما فيه خير، وادفع عنهم كل ما فيه شر يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم ارفع عنهم البلاء، اللهم لا تقتلنا بغضبك يا رب، لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. اللهم لا تقتلنا بغضبك، ولا تهلكنا بعذابك، وعافنا قبل ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يرفع الضرر عن المتضررين، نسأل الله عز وجل أن يرفع الضرر عن المتضررين، نسأل الله عز وجل أن يرفع الضرر عن المتضررين، وأن يشفي كل مريض، وأن يشفي كل مريض، وأن يشفي كل مصاب. لأني صراحة رأيت الفيديو، يعني الأودية دخلت في المدن ودخلت إلى البيوت، بل أن بعض بيوت إخواننا في الجزائر قد سقطوا. اللهم عوضهم خيرا، اللهم عوضهم خيرا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن بيدك كل شيء، فيسر لهم الأمور يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.